بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الدرس سنتعامل بشكل يعني أفضل مع الأدوات حتى نتلافى الأخطاء اللي وقعنا فيها سابقا. من الأدوات المهمة، دعوني أستورد مجسم، مثلا السفير 3D أو الكيوب أفضل. طيب، مباشرة، طبعا مباشرة نحوله ميك بولي مش عشان يكون جاهز ونسحبه. تمام، مضبوط. وندخل على إديت مود. طيب، ونظهر الفلور عشان نعرف وين نحن. تمام، كليك يمين، كليك يسار، Alt كليك يسار، Alt كليك يمين، Control كليك يمين. طيب، الآن سنتعرف على أداة الموف والسكيل والروتيت. الموف اختصارها W، سكيل اختصارها A، الروتيت اختصارها R. دعونا نبدأ بالموف W. لاحظوا معي لما يعني تبدأ تنشئ أداة الموف، تضغط ثلاث ضغطات، راح تلاحظ عندك ثلاث دوائر للموف، ثلاث دوائر. هذه الدائرة والدائرة هذه، الثانية الثالثة. طيب، الثلاث دوائر هذه كما تلاحظون عندك، يعني أعمل تراجع بس عشان أبين يعني وظيفتها. نرجع للدرو، اضغط W وابدأ ارسم. لاحظوا معي النقطة الحمراء مكان الرسم، واضغط Shift عشان تكون بشكل مستقيم. طيب، انا رسمت بهذا الشكل مع اللفت يسار، والضغط على Shift حتى تكون مستقيمة. نشأ عندي ثلاث دوائر. طيب، كل دائرة داخلها دائرة داخلية. طيب، الدائرة الداخلية تعتبر المقبض، تمام، والدائرة الخارجية من خلالها تتحكم بموقع الدائرة. طيب، بحيث تضعها بالمكان اللي تراه مناسب. مثلا أنا أريد هنا، وأبدأ أحرك من الدائرة الداخلية. تمام، أيضا هنا الخارجي هذا ينقل لك كل يسمونه طبعا هم الأكشن لاين، أو يعني خط الأحداث، اللي هو خط تبدأ تنقل عن طريق الدائرة الخارجية. إذن الدائرة الخارجية هذه هي نقطة، هي لتحريك الدائرة بالمكان الذي تريده. هنا نقل الخط كامل، هنا تحديد المكان الذي تريد أن تضع فيه، وهنا أيضا الدائرة الخارجية تضع النقطة أيضا بالمكان الذي تريده، والدائرة الداخلية تتحكم فيها. طبعا هنا يحدث تشوه المجسم، لذلك أفضل شيء لتحريك المجسم من النص، الدائرة الوسطية هنا، واضح. وهنا تختار المقبض الذي تريد أن يتعامد عليه الموف. يعني الآن أصبحت بهذا الشكل، لو لاحظنا الداخلية. طيب، هذه مثل السنتر بوفيت، طبعا النقطة. المحاور تختار المحور الذي تريده. لاحظوا معي الآن، مثلا هذه خارج المكعب، أنا أريد أن أنقلها الدائرة، أبدأ أتحكم فيها كما أشاء. الدائرة الداخلية تنقل لك المجسم كامل، الدائرة هذه تبدأ إيش، أنا في الخارجية، في الداخلية أستطيع أن أتعامل مع المجسم. كذلك السكيل نفس الطريقة، من هنا أعمل تصغير للمجسم، من هنا سكيل لكل المجسم، طبعا على المحور الذي حسب المحور. الآن هو بهذا الشكل، إذا لما أعمل يكون عكس المحور. تستطيع أنك مثلا تعمل تدوير بهذا الشكل، ولما تعمل سكيل الروتيت نفس الطريقة. أبدأ الدائرة الخارجية أتحكم بموقعه، تصبح النقطة هذه الآن هي السنتر بوفيت. أبدأ إيش من الدائرة الداخلية، أبدأ إيش أتحرك وأدوره. ملاحظين الموضوع بسيط جدا. إذا عندي ثلاث دوائر، دائرة خارجية، دائرة داخلية.
الدائرة الخارجية لنقل نقطة التحريك، والدائرة الداخلية لبدء التحريك الفعلي. تستطيعون أن تجربون الأمر. دعوني أعمل تراجع أو أرجع بالتاريخ لبداية مجسمي بهذا الشكل. طيب، الآن أريد أن أنتقل الشيء جديد وأتحدث عن طبعا ملاحظة F1 تظهر لك المجسمات التول الموجودة، F2 تظهر لك الفرش، تختار منها ما تشاء. طيب، أيضا ب البرش. طيب، دعونا نتعامل مع الماسك. الماسك طبعا جزء مهم جدا في الزيبرش، ولا بد الإنسان أن يفهمه بشكل سليم. طبعا لما تضغط كنترول وشيفت، طيب، وتسحب ينشأ معك مربع أخضر. هذا المربع الأخضر يعتبر قناع ماسك، حماية للأجزاء اللي داخله. كنترول شيفت مع كليك يسار وسحب يعمل لك. طبعا لم نأتي للماسك الآن، هذا الآن نتكلم عن البولي جروب والجروب. طيب، أنا الآن عملت ماسك، الجزء اللي أنا اخترته داخل المربع الأخضر يظهر والباقي يختفي. طيب، أنا أبغى العكس، اللي مختفي يظهر والظاهر يختفي. أضغط كنترول شيفت، أول مرة كنترول شيفت، كنترول شيفت وسحب الماوس وكليك يسار بمكان فاضي، يظهر العكس. واضح؟ كنترول شيفت وبمكان فاضي يظهر عكس الجزء الظاهر. كنترول شيفت وكليك فقط بدون سحب يلغى التأثير. واضح؟ إذا كنترول شيفت مع السحب يحدد لي الجزء هذا، وأبدأ إيش أنحت فيه كما تشاهدون. طبعا أحتاج سب ديفايد اللي هو كنترول دي. طيب، كنترول شيفت أحدد وأبدأ أنحت كما أشاء. طيب مثلا يعني كنترول شيفت وكليك يسار وسحب برا يعكس لي المنطقة الظاهرة، كنترول شيفت وكليك فقط ضغطة يسار يلغي تأثير الجروب. طيب، البولي جروب يعني لو أردت أني أنشئ مجموعة، هذه البولي جروب هنا كلها داخل أدوات التول، عندي أوتو جروب يعمل لك طبعا، وعندك اليوفي جروب أوتو جروب وذيوفي، يعني من خلال اليوفي يعمل لك اللي ألوانها متشابهة بالخامات أو لها خامة مستقلة يعملها لك جروب مستقل. طيب، نترك البيل جروب قدام، لكن دعونا ننتقل للماسك. الماسك صراحة من الأشياء اللي أحبها كثيرا في الزيبرش. كيف نظهر الماسك عكس اللي هو جزء تظهر من المجسمات وتخفيه؟ لا، الماسك انك تحدد منطقة وتجعلها قناع حماية. نشوف، نضغط كنترول ونسحب دراج، يظهر مربع، لأن بدون شيفت يظهر مربع أسود. هذا الآن يقوم بعمل حماية للجزء اللي وضعته داخل القناع، يعني كأنه مو موجود، كأني ما أشوفه. يعني الآن لو نحت، طيب دعوني أكبر الفرشة، لو نحت الآن لاحظوا معي التأثير فقط وين موجود؟ موجود فقط في المنطقة الخارجية. طيب، النحت فقط على المنطقة التي خارج التحديد، تمام؟ طيب، لو بغيت أعكس الماسك، كنترول وكليك برا فقط يعكس لي الماسك مباشرة، وأبدأ أنحت أيضا. واضح؟ طيب، تنظيف الماسك نهائيا، كنترول ودراج برا. إذا كنترول ودراج على نفس المجسم يعمل لي ماسك، كنترول
مع كليك واحدة برا يعكس التحديد، كنترول مع دراج برا يلغي الماسك. ممكن أيضا عن طريق اللاسو في الأسفل هنا، لاحظوا معي تستطيع أيضا تستطيع أنك مثلا عن طريق نفس الفرشة أنك تعمل تحديد. الموضوع بسيط جدا، دعوني بس أعمل تراجع. طيب Alt F1 Alt وكليك يمين سحب. دعوني أحدد بالفرشة، أضغط Control وأبدأ إيش أحدد المنطقة. بس قبل ذلك دعوني أعمل Defined وأحدد منطقة معينة، Control وأبدأ أحدد ماسك. تمام، هذه المنطقة مثلا عملتها ماسك. أرسم للمسح، مثلا أريد أن يمسح المنطقة الداخلية، Alt مع Control وأبدأ أمسح. إذن كنترول والفرشة أبدأ أرسم، كنترول وألت مع الكليك يمين طبعا عشان أصغرها، كنترول وألت أبدأ أمسح. وتستطيع أن ترسم أيضا عن طريق الألفاء بتدرجات معينة تكون أخف. طيب مثلا أريد الحدود تكون يعني متدرجة ليست حادة بهذا الشكل، الموضوع بسيط، أقف فوق الماسك وأضغط كنترول. لاحظوا معي ضغطة واحدة يعمل لي بلور، كنترول وضغط كليك مرة ثانية بلور أكثر، كنترول وضغط ثالثة، كنترول وضغط رابعة، خامسة، سادسة، سابعة، ثامنة، تاسعة، يعمل لي بلور أكثر وأكثر للحواف. طيب أريد أني أجعله شارب يعني أكثر، كنترول وآلت وضغطه يبدأ إيش يجعله حاد أكثر، كنترول وآلت مع كليك يسار يعيده مرة أخرى ويكون حاد. طيب ما فائدة الماسك؟ الماسك مفيد في أنك لما تعمل نحت للمجسم، طيب لما تبدأ عفوا إلى الآن معلقة لما تعمل نحت المنطقة اللي معمول لها ماسك لا تتأثر بالنحت، واضح؟ لاحظوا معي الجهاز علق شوي الاختصارات، ملاحظين المنطقة المعمول لها ماسك لا تتأثر. أيضا من الأشياء الجميلة لو عملت ماسك هنا كنترول وعملت ماسك، أستطيع أني هذه تصلح للملابس، أستطيع أني أعمل لها إكستراكت، يعني هذا الماسك وين موجودة عفوا، اللي تستطيع انك انا ضيعت مكانها، شوف السيرفس جيومتري
ايوه اكستراكت شايفينها في اسفل ال سبليت ميرج بوليمش بروجكت اكستراكت. طيب تستطيع انك هنا الحواف تجعلها ناعمة، الثكنس هنا شوف اكستراكت يعمل للجزء، يبدأ يحسب يعمل لك اكستراكت إلى الآن قاعد يحسب، يعني ممكن قاعد يحسب شايفين. عموما سيعمل لك تثخين وتحدد المنطقة، تبدأ تبرز المنطقة هذه. أنا أخشى أنه يعلق. طيب نقف الدرس هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.